المستمع ميم ميم من عفيف بعث يسأل ويقول: ما الحكم في شخص أفطر في رمضان بغير عذر شرعي وهو في السنة 17 تقريبا ولا يوجد له أي عذر كما قلت، فماذا يعمل وهل يجب عليه القضاء؟ نعم، يجب عليه القضاء وعليه التوبة، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عن تفريطه وإفطاره، وعليه قضاء. وأما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوم من رمضان بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وإن صامه، هو حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح، والصواب أنه عليه قضاء ويكفيه ذلك مع التوبة إذا قضاه قبل رمضان الآتي. أما إذا تأخر حتى فات رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وعليه التوبة إلى الله، والتوبة النصوح الصادقة والندم وعدم والعزم الصادق ألا يعود في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.